نعمل فيها ايه دلوقتي؟ على دول ما يستوى هنعمل السلطه مع بعض. عند البطاطس انا طلعتها من الفرن زي ما شفناها مع بعض، شايفين لونها الجميل ديت، ناكل منها بقلب جامد، وخاصه الناس اللي بتعمل رجيم، الناس اللي بتعمل رجيم انصحهم ياكلوا من البطاطس دي بقلب جامد. بس انا هعمل حاجه حلوه دلوقتي هتعجبكم. بعد ما افتح البطاطس كلها كده، عندي لبنه، عندنا قشطه في البيت، قشطه او لبنه بجيبها وبضيف لها فص ثوم ناعم، شويه بقدونس صغيرين، او في كريمه صور. فطبعا انا مش هنجيب الحاجات، لان طبعا مشاهدي الكرام بيقولوا يا شيف مش عايزين نجيب حاجات اسماء غريبه ما نعرفهاش، او حاجات ثمنها غالي من السوبر ماركت. فانا طبعا القشطه موجوده عندنا، والكريمه واللبنه طبعا لازم اعملها بالشكل الجميل زي ما احنا شايفين مع بعض. خلي دي كده على جنب، طيب بجيب سكينه صغيره وبفتح كده البطاطسايه بالشكل ده. معانا اتصال، معانا الاخت مريم من الجيزه. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا سيف؟ يا اهلا وسهلا. انا عايز اجاوب على السؤال. اتفضلي. هنحط البطاطس في ميه عاديه. نحط البطاطس في ميه عاديه عشان تقعد معانا كتير. نعم، عشان تقعد معانا كتير. طيب حلقتنا النهارده يا اختي هنعمل رز بالشعريه وشوربه الجزر، شوربه البطاطس بالجزر والكريمه، شوربه الدقيق مش عارفاه. طيب وهنعمل رز بالشعريه وبطاطس باللحمه والدمعه. ماشي. وبطاطس مشويه سلطه هتعجبك قوي دي لو عملتها بنفس الطريقه، سهله جدا. انت ممكن تساعد ماما وتعمليها. ماشي. هتجيب البطاطسيه تلفيها في شويه في ورقه فويل، شويه ملح وشويه فلفل، وتحطها في الفرن. وبعد ما تطلع شوف شكلها جميل ازاي. هنعملها مع بعض دلوقتي. اشكرك على الاتصال. انا عندي هنا جبت لبنه او قشطه، لبنه او قشطه او توميه. توميه عارفين ان هي مايونيز وتوم، حاجه من اللي انتوا بتحبوها يعني. افضل اللبنه عشان يبقى طعمها حامض شويه. وفي طبعا اللبنه الرجيم، احنا بنقول دي ناكلها كده زي ما هي للي عايز يعمل دايت. طب عايزين الاطفال بقى ياكلوها عشان البطاطس فوائدها، واحنا عارفين هنعملها بطريقه حلوه دلوقتي. بجيب شويه بقدونس ناعمين بقلبهم هنا كده، وفص ثوم اهوت ده على اللبنه، وبقلبه كويس. وبعد كده معانا اتصال الاخ عمر من المنوفيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ احمد؟ يا اهلا وسهلا. لو سمحت عاوز اجاوب على السؤال. اتفضل يا استاذي. ان شاء الله نحط ميه بخل بليمون على البطاطس عشان تقعد معانا فتره اطول. نحط البطاطس في ميه بخل وليمون. ايوه ان شاء الله. طيب حلقتنا النهارده يا باشا؟ رز بالشعريه وبطاطس. واضح انك بتحب الرز بالشعريه، تابع معايا. ماشي شكرا. وايه كمان؟ وبطاطس باللحمه. بطاطس باللحمه والدمعه. الدمعه. وايه كمان؟ وشوربه بطاطس بالجزر والكريمه، وسلطه بطاطس مشويه اللي بعمل فيها دلوقتي دي جميله جدا. انا قاعد كده بعملها بمزاج وروقان، كل حاجه على النار اهوت. حاجه اللي خدت وقت كتير حطيتها على النار. لو سمحت يا شيف، كانت والدتي جاوبت سؤال من حلقه وما خدتش جايزه. يا سيدي يا ريت تتفضل مشكورا، تتصل حضرتك وتسيب العنوان والتليفون، او تبعته برساله على القناه الفضائيه، القناه الرحمه الفضائيه، واحنا هنبعت لك ان شاء الله الكتاب او السدهيه اللي تختاروا عليها الاكلات اللي بتحبوها. واشكرك على الاتصال. انا عندي القمع ده طبعا موجود عندنا. طب يا شيف احمد انا ما عنديش قمع في البيت، اعمل ايه؟ بجيب ورقه بيضة ورقه بتاعت كراسه بيضة. يلا شوف انا اسهل منها، ما فيش عندنا كراسات في البيت ده كده، عندنا اولاد ربنا يخليهم. باخد ورقه الكراسه دي بعملها قرطاس، وباجي من عند القرطاس بقطعه كده شويه اعمل له بوز، اتفقنا؟ وبحط الكريمه فيه. طب ما فيش، عايز اعمل اخد معلقه صغيره واحط. ولكن طبعا احنا قلنا العين بتاكل، فلازم نخلي الشكل جميل.
انا فتحت البطاطس زي ما شفتوا مع بعض كده وباجي في قلبها كده يا جماله. شايفين الجمال ده؟ اللبنة نخلص من ديت واقفة هايشة الموضوع. كده انا عملت كل في قلبها البطاطس، عايز ازود ماشي كمية. طبعا البقدونس هو اللي بسده شوية. كده انا عملت الكمية كلها، بخليها على جنب كده وبجيب البقدونس، شوية بقدونس على الوش. شايفين الجمال ده؟ او نعناع اخضر زي ما احنا عايزين. وباجي في على الجرجير، او ان انا اطلعها من الورقة الفويل كده وبخليها بالشكل الجميل ده. دي سلطة البطاطس زي ما شفناها مع بعض، او ان انا اقدمها من غير جرجير في ورقة الفويل في الطبق بتاعنا، او ان انا هقدمها على سلطة الجرجير بشيرها من من الورقة بتاعت الفويل كده وبخليها بالشكل الجميل ده. الله، شفنا سلطة البطاطس المشوية الجميلة. عندنا الجرجير وعارفين فوائد الجرجير، خليها على جنب كده. الجرنشة بتاعتي طماطمية حلوة كده، بجيبها بقطعها اقماع بالشكل الجميل ده كده. شايفين؟ هذه البطاطس موجودة عندنا والطماطم موجودة عندنا، وعملت طبق جديد. اللي على السفرة هيسألوا يقولوا ايه ده؟ نقول لهم سلطة بطاطس مشوية، ده من البطاطس اللي احنا عملناها. خليها على جنب كده عشان نفتكر حلقتنا ايه. البقدونس خلاص والكزبرة نخليه، نشوف اليخنة بتاعتنا وصلت لفين.